بديت الحلاقة أثناء التهجيرة بسليمانية واشتغلت هناك بسليمانية. ثم رجعت للرمادي فتحت محل بالتيميم والحمد لله ماشي، بس شفت هواية حالات يعني ناس ما عندها يجوني أحلقهم يقول ما عندي. فبدت بفكرة بعقلي أن أفتح محل حلاقة بلف. ليش؟ لأن حسيت هواية ناس ما عندهم. فالحمد لله من فتحت المحل يعني جوني هواية ناس يعني كيفوا بهذا المشروع ودعوا لي والماشي والحمد لله. يعني الألف دينار ساد رزق الحمد لله، إيجار ومولد وعيش الحمد لله والشكر. هنا المحل الحمد لله نجح لكونه بألف دينار، يعني الحمد لله دي يجون هواية ناس. فكرة ببالي اجت ان هذا المحل هم اطوره. بيش اطوره؟ محل يصير معهد حلاقة بلف وادعم الطلاب او الناس المحتاجة اللي ما عنده شغلة يجي يتعلم مهنة الحلاقة، يبقى يروح يفتح محل من يتخرج وراء 40 يوم يتعلم الحلاقة ويطلع حلاق، يجي يفتح محل بلف وبيهم لا راح افتحوا محلات يعني عادي، يعني حلاقة عادية بخمسة او بعشرة ما اقول لك. 2017 فاتح هذا المعهد يعني حلاقة بلف ما وقفت والحمد لله، والمعهد يعني ماشي وطلاب هواية يتخرجون بكل الأقضية مال الأنبار. يعني انا اعرفهم دربتهم 800 وشوية تقريبا، وهسه عندي حاليا هم بحدود 25 طالب يجون صباحي ومسائي.